بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيمكن تعريف نظريات التعلم بأنها النظريات التي تفسر لنا الطريقة التي يتعلم بها الإنسان، ومنها النظرية الجشتالتية والنظرية البنائية والنظرية السلوكية والنظرية المعرفية. وفي هذا الفيديو سوف أعرض لكم تبسيطا لنظريات التعلم من خلال أمثلة ملموسة. النظرية الجشتالتية تنطلق بمبدأ الكل إلى الجزء وبطريقة إجرائية يمكن فهمها من خلال المثال التالي. لتدريس الحروف مثلا للتلاميذ ننطلق من نص بسيط وهذا هو الكل، يتم استخراج الجملة القرائية التي تحتوي على حرف موضوع الدرس ثم الكلمة، ثم يتم التعرف على الحرف في آخر المطاف، فنكون قد وصلنا للجزء. النظرية البنائية فيتم من خلالها الانطلاق من الجزء إلى الكل في بناء المفاهيم. هذه النظرية نراها طاغية على مواد العلوم مثلا كالرياضيات، حين يتم البدء بالمفهوم البسيط ويتم تطوير هذا الأخير للوصول للمفهوم الجديد. وإذا أردنا في اللغة العربية نبدأ بتدريس الحروف ثم الكلمة ثم الجملة فالنص مثلا. النظرية السلوكية وهي تعتمد على مبدأ المثير والاستجابة، حيث بدأت من خلال تطبيقها على الحيوانات. فعند إعطاء الكلب مثلا طعاما ونرفقه بصوت الجرس في كل مرة، فبعد مدة إذا أطلقنا صوت الجرس دون طعام يفرز الكلب اللعاب كاستجابة أو ردة فعل، ويسمى مبدأ المنعكس الشرطي. وفي حقل التربية يمكن الاستفادة من هذه التجربة من خلال مبدأ التعزيز مثلا. فإذا أجاب التلميذ بإجابة صحيحة نثني عليه أو نعطي له هدية، وإذا وقع العكس اعتمدنا على مبدأ الحرمان. وقد نعتمد كذلك من خلال طريقة الدال والمدلول في التدريس كالصورة والكلمة، فيستطيع التلميذ أن يقرأ الكلمة اعتمادا على الصورة فتكون هي المثير وقراءة الكلمة هي المستجيب. النظرية المعرفية وهي ترتكز على الجانب المعرفي في تلقي المعلومات وطريقة تعامل الشخص في تلقي المعلومات واستيعابها. من مبادئها أيضا أن الإنسان يتلائم مع محيطه وأن المحيط لا يشكل شخصيته. الطفل مثلا بقوته يتلائم مع محيطه من خلال بذل مجهود لفهمه. أما من الناحية الإجرائية فالتعلم في هذه النظرية له ثلاثة مراحل: توازن، لا توازن، توازن الجديد، يعني بذلك تكون معرفة مسبقة عند الشخص فيكون في حالة توازن فتأتي معرفة جديدة تحدث عنده اللا توازن، لكن بعد استيعابها وحدوث المواءمة نصل للتوازن الجديد. فعندما نكون صغارا عندما نسأل عن لون ماء البحر نقول أزرق، هذا هو التوازن الأول، لكن عندما نصل لسن معين تصل معرفة أن الماء لا لون له، هذا هو اللا توازن. لكن عندما نعلم أن الماء يغير لونه نتيجة الإنعكاس تحصل معرفة جديدة وبالتالي التوازن الجديد.